في نهاية الحلقة الرابعة، الأركيوبوتروكس يعني خليفة بارك سوجون اكتشف حقيقة شينهاري وخداعها ليه للمرة الثانية على التوالي، يعني طلع غبي وانضحك عليه. ومو بس هيك، واضح حبها للبنت لأنه طول الحلقة أربعة كان عم يهتم فيها بطريقة مو طبيعية، وكان كمان عم يتطلع فيها بنظرات حب وكذا. المهم جهزوا لي حالكم بنات، لأنه واضح بطلنا النرجسي رح ينتقم من البنت ورح يجننها كمان. فهو ما راح وصارحها بالموضوع، وإنما عم بيحاول يخليها إنه هي تعترف لحالها بالحقيقة. بس إذا بنشوف هون إنه رتب موعد مع فريقها بالعمل، وشكل البنت تخضت وبلشت عم تركض، والله شكله راح يستلمك يا هاري وعاجبه الوضع اللي عم يعمل فيكي. وكمان شفنا بالإعلان إنه الأركيوبوتروكس راح ياخذ معه شينهاري لحفل تأسيس الشركة. بعيدا عن هذا الحدث، ركزوا لي على فخامة دخولهم، يعني والله فخمين كتير هدول الناس وتناسقهم مو طبيعي. نرجع لموضوع الإعلان، هون بنشوف هاري عم تتخيل شو ممكن الأركيوبوتروكس يعمل فيها إذا ما عملت الشيء اللي هو بدها. قصة هالإعلان بنات بتقول بشكل صريح أننا سنشهد حلقة مليئة بالكوميديا واللطف ومعاناة هاري مع الأركيوبوتروكس. السؤال اللي لازم نطرحه، إذا رح تكون في مشاهد رومانسية بالحلقة أو لا؟ الجواب هو نعم، لأنه رغم تنمر عليها بس واضح خليفة الأركيوبوتروكس، مش خليفة الأركيوبوتروكس، هو الأركيوبوتروكس بنفسه، بس خليفة بارك سوجون واضح إنه حبها للبنت، يعني مع إنه رح يتنمر عليه، بس كمان فينا نشوف كتير مشاهد رومانسية بيناتهم.